بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الفيديو متاعنا اليوم ان شاء الله باش نتحدثوا فيه على شاحن اللابتوب الكمبيوتر. الاكيد العديد منكم مر بهذه الاشكالية اللي هو السلك متاع الشاحن ديما يتقطع معنا كما تلاحظوا من هذا المكان او من هذا المكان او من الفيشة نفسها هنا يتقطع معكم كما تلاحظوا لنا. هذا يا شاحن لأحد الزبائن باش نقوم بتصليحه أمامكم باش تتعلموا الطريقة. ولو تكون ما عندكش فكرة على التصليح أو الإلكترونيات، لكن المسألة بسيطة للغاية وتنجم تتعلمها وتقوم بتصليح الشاحن في البيت عندك. تابعوا معي الفيديو إن شاء الله. رجعنا لكم مرة ثانية. هذايا في أغلب الأحيان يكون سلك الكهرباء تكون فيه فيشة تنجم تتخلص منه، معناها تنحيه باش تقوم بالشغل متاعك. في أغلب الأحيان هالشاحن هذايا لا يفتح معكم لأنه ليست فيه براغي، وفي نفس الوقت تكون الكول معناها اللصق اللي مستخدم يكون قوي للغاية. باش تستطيع انك تفتح الشاحن هذا يلزمك استعمال المنشار، وهذا يكون خطأ كبير لانك تنجم انك تضر قطاع الكترونية في البوردة اللي يكون بالداخل. باش تستعمل سكين تنجم انك تجرح صوابعك او يديك، يعني المسألة تكون معقدة شوية. وهو تكون فما حل بسيط للغاية. اللصق اللي مخدوم به هذا الشاحن اللي ملصق به الشاحن يتفاعل مع البنزين، يعني في أغلب الأحيان يكون مصنوع بمادة الفلين، يعني يكون فيه مادة الفلين وهي تتفاعل مع البنزين وتتأكل، معناها البنزين ياكلها يذوبها. بهذه الطريقة نقوم بفتح الشاحن هذايا، ما نقولش بكل بساطة وبكل سهولة، لكن مع القليل من القوة إن شاء الله يفتح معك الشاحن هذايا. وتابعوا معي. نقوم بإحضار، احنا نقولوا في تونس نقولوا زرقة، في مصر يقولوا سيرنجة. نقوم بإحضار الزرقة ذي وتعبئتها بالقليل من البنزين كما تلاحظوا معي، هذا بنزين. ونقوم بوضع البنزين في الأحرف اللي تكون في هذا بهذا الشكل. ما تتعبوا اتبعوا معي لنا. قوموا بوضع البنزين، سوف يتفاعل مع اللصق الذي بالداخل. تابعوا معي لنا. قوموا بوضع البنزين، بهذا الشكل. كما تشاهدوا معايا اللصق باش يتفاعل مع البنزين وتفتح معنا الشاحن هذا بكل سهولة بدون إزعاج. كما تشاهدوا معايا باش نتركوها ان شاء الله تنشف معنا شوية، ومن ثم نقوم باستعمال القليل من القوة باش تفتح معنا هالشاحن هذايا ان شاء الله.
تشاهدوا معنا نقوموا بإحضار سكين، فهمني سكين عادي، ونقوموا بوضعه في الشقوق كما تلاحظوا بكل بساطة بدون استعمال القوة المفرطة. يعني كما تشاهدوا أكثر من هذا مفماش أسهل من هذا. كما تشاهدوا بكل سهولة وبكل بساطة فتحنا الشاحن كما تلاحظوا معايا الشاحن مفتوح. تابعوا معايا طريقة فمني تغيير السلك. السلك نقوم بشراء سلك في كل المحلات المختصة في بيع القطع الإلكترونية. السلك هذايا بواحد دولار، يعني في تونس 2500 ملي، يعني باش ما يحاولوش انهم يغشوكم او يبيعوا بثمن اغلى. ثمن هالسلك هذايا واحد دولار فقط في تونس، دينارين ونصف. تابعوا معايا الطريقة كيفاش باش نقوموا بتغيير هالسلك، لأنه السلك هذايا في كل كمبيوتر يكون عنده اسم السلك. يعني أنا باش نستعمل كمبيوتر توشيبا، نقوم بشراء سلك توشيبا. يعني كل اسم أو نوع عنده السلك الخاص به. تابعوا معي الفيديو إن شاء الله. كما تشاهدوا معايا باش نقوموا بعملية تغيير للسلك، نقوموا بإحضار فولت متر أو نقولوا نحن في تونس متريكس، نقوموا بوضعها في وضعية البيب كما تلاحظوا في هذه الوضعية. كي تلامسوا السلكين مع بعضهم الأسود والأحمر فمني تحدث البيب، تشاهدوا لنا تحدث عن البيب. هذه باش نقيسوا بها ان شاء الله السالب والموجب. في كل الحالات يكون هذا السالب، والاسلاك اللي تكون بالداخل يكون الموجب. يعني في كل الشواحن تكون هذا السالب وهذا الموجب. نقوم بإزالة الحماية من الألومنيوم على الشاحن. كما تشاهدوا معي لنا في أغلب الأحيان يكون اللون الأحمر هو الموجب، وأي لون آخر يكون السالب، أبيض أزرق أخضر أي لون آخر. يعني باش نقيسوا مع بعضنا، كما قلنا الفيشة باش تكون هنا السالب، ونحاولوا اللون الغير الأحمر يكون هو السالب. كما تلاحظوا في الطريقة البيب شعلت، معناها يكون هذا السالب هنا، وهذا الموجب يكون بالداخل. نقوم بقياس السلك اللي قمنا بشرائه. كما تشوفوا لنا ما يكونوش فرد لون، لكن في أغلب الأحيان يعني اللي عنده فكرة على الميدان هذايا يكون معناها عارف، لكن اللي ما عندوش حتى فكرة نحاولوا باش نعلموه وباش يعرف معناها شنية هالأسلاك هذية. الأكحل اللي هو البلاك يكون في أغلب الأحيان هو السالب، وأي لون آخر يكون هو الموجب. يعني لو قمنا بعملية القياس كما تلاحظوا معي لنا يكون هذا هو السالب كما تشاهدوا معي. أي لون آخر أنا أحمر أزرق أخضر يكون الموجب. يعني تكون الفكرة دي كما قلنا للناس اللي ما عندهاش فكرة على الكهرباء وعلى الإلكترونيات. باش نقوموا بإزالة هالسلك هذايا بعد ما عرفنا السالب والموجب. كما قلنا تنجم تغيره وحدك في بيتك على شرط يكون عندك مكوى، هذا حاجة أكيدة. قوم بإحضار المكوى وتابعوا معي الفيديو إن شاء الله. قوم بإزالة هالأسلاك كما قلنا، هذا يكون الموجب وهذا السالب، وفي أغلب الأحيان يكون
فيه تخطيط، هنا مكتوب هنا السالب وهنا الموجب. يعني لو انك نسيت حتى المواقع متاع الاسلاك ما فماش اشكال، لانه يكون مدون على البوردة نفسها. نقوم بازالة السلك الاول وازالة السلك الثاني. بهذه الطريقة كما قلنا، هذايا السالب وهذايا الموجب، نقوم ان شاء الله بادخاله في الموجب وسالب في السالب. كما تلاحظوا معايا بهذا الشكل، قوم بادخال سلك السالب في مكانه. ومن ثم نقوم بعملية التلحيم إن شاء الله. تلاحظوا معي لنا، نقوم بإحضار الرصاص وانتهت العملية كما تلاحظوا بكل بساطة وبكل سهولة. قوموا بإرجاع الحامي هذا يستعملوه كبلاستيك باش يبعدوا معنا أي احتكاك ما بينه وما بين أي معدن آخر. وإن شاء الله بيوضعه بهذا الشكل، بيوضعه بهذا الشكل ويكون حاضر معنا. ونقوم بإرجاع الشاحن في مكانه. بإدخال الشاحن في مكانه وهذا النصف الثاني بهذا الشكل كما تلاحظوا معايا. تقفل معنا الشاحن ان شاء الله. باش نقوموا بوضع القليل من اللصق، وضع القليل من اللصق لاتمام عملية الغلق. هذولا نقوم بالمكان الآخر، عملية وضع اللصق لأحكام الغلق إن شاء الله. لما تشاهدوا معايا العملية ناجحة بدون أي إزعاج. نقوم بوضع القليل من السكوتش، هذا هو اللي باش يخليه يتماسك اكثر. ومن بعد نقوم بنزعه ان شاء الله بعد ما تتم عمليه التلصيق على احسن وجه. نقوم بالتلصيق في المكان الاخر. هذا اللصق الشفاف نقوم بنزعه من بعد ما تقوم عملية التلصيق على أحسن وجه. وكانت هذه الفكرة اللي حبيت نقدمها لكم،
على سهولة فهمني تغيير السلك للشاحن، وإن شاء الله يكون هالفيديو هذا أفادكم.